أميرة أميرة اصحي يلا هتتأخري على المدرسة. يو يا ماما سيبيني أنام ربع ساعة. يلا يا بنت اصحي بقى، مش كل يوم هتأخر على الشغل بتاعي. أنا زهقت من الشغل بتاعك ده يا ماما وزهقت من المدرسة. يلا قومي أنا هروح أصحي أخوكي، أرجع ألاقيكي لبستي. يو كل يوم مدرسة كل يوم مدرسة. عامل يلا اصحى هتتأخر على المدرسة، مش هيبقى انت واختك. حضرتي الفطار يا ماما؟ يا ابني قوم مرة واحدة اعمل لنفسك اي اكل. انا برجع بالليل من الشغل تعبانة جدا وبصحى بالعافية، قوم اتحمل مسؤولية نفسك. هو كل يوم نفس القصة يا ماما، انا زهقت. يلا انا قدامي ربع ساعة تكونوا خلصتوا فيها كل حاجة علشان اروح الشغل. ماشي يا ماما هاجي وراكي. يلا كله بسرعة علشان نلحق المدرسة. ايه ده يا ست هانم؟ ايه الفطار ده؟ انت عاملة لي فطار زي الاطفال بالظبط. فين الفول؟ فين البيض؟ فين الطعمية؟ ايوه يا ماما وانا كمان مش بحب الاكل ده. ايوه وانا كمان يا ماما ما بقتش احب الاكل ده. اعمل لكم ايه يعني؟ ده اللي موجود في البيت، انتوا كل واحد فيكم بطلب. انا زهقت، انا هستناكم بره البيت ومش عايزه افطر. سلام يا ماما. سلام يا ماما. صباح الخير يا مدام أمنية. أهلا صباح النور. انت واقفة ليه كده؟ تحبي تيجي معايا الجيم؟ انت شكلك تخنتي شوية عشان مش بتلعبي رياضة، لازم تيجي بقى معايا الجيم. والنبي اتكل على الله، أنا ناقصاكي جيم ايه؟ أنا ما عنديش وقت أصلا. ماشي باي باي. يا ريتني كنت رايقه زيها كده ومهتميه بنفسي. واضح ان ولادها مش بيدعموها. انا ولادي مش عايزين يشيلوا اي مسؤوليه، انا تعبت منهم، حتى جوزي ما بيساعدنيش في اي حاجه. انت واقفه ليه كده وما عملتليش ليه شاي؟ انت عايزاني اروح الشغل انا مصدع ولا ايه؟ حتى الشاي مش عارف تعمله؟ انا طول الليل ما نمتش بسبب وجع بطني، وقعدت صحيك علشان اقولك ان انا تعبانه وانت ما رضيتش تصحى ابدا. انا لازم اروح النهارده المستشفى، هتيجي معايا ولا لا؟ وانت كل ما تتعبي هتروح المستشفى؟ ايه المصاريف الكتير اللي على الفاضي دي؟ وبعدين ما انت شكلك كويس اهو، مفيكيش حاجه، والتوتر اللي انت بتعمليه ده بيخلي الولاد تتوتر. يلا انا همشي واسيبك وروح الشغل. مش مشكله هروح المستشفى لوحدي، ما انا بعمل كل حاجه لوحدي. صباح الخير، حضرتك بتشتكي من ايه؟ انا عندي الم في بطني بقاله 6 شهور بيظهر وبيختفي على فترات. ما تقلقيش ان شاء الله خير، بس احنا لازم نعمل اشعة نطمن. اتفضلي. طمنيني يا دكتورة طلع في ايه؟ ما تقلقيش ده في ورم حميد في المعدة، مفهوش اي مشكلة. يعني مش طلع سرطان يا دكتور؟ لا لا ما تقلقيش ده مش كانسر، ده مجرد ورم بسيط وهيروح بالعلاج. معلش يا دكتورة بنتي بترن بقالها كتير لازم ارد عليها. ايوه يا اميرة في ايه؟ نسيتي كتاب الرياضة؟ طيب وانا مالي؟ انت اللي المفروض تحضري الشنطة بتاعتك، انت المسؤولة عن الكلام ده. مش مهم يتخصم منك درجات، انا ماليش دعوة. يوه ابني كمان بيتصل. معلش يا دكتورة انا اسفة. ايوه يا عامل في ايه؟ طلبت صاحبك في المدرسة والمدير عايزني؟ ده اليوم ده يا رب، انا عملت ايه في حياتي؟ بتقول ايه؟ الولد سنته اتكسرت كمان؟ لا شاطر يا عامر، انا هشوف لو فضيت هعدي عليه. معلش انا اسفه يا دكتوره، بس انت عارفه الولاد والمشاكل بتاعتهم. ربنا يكون في عونك، بس من الواضح ان الضغط ده هو اللي عامل لك المشاكل دي كلها. لازم ترتاحي نفسيا علشان العلاج يجيب نتيجه وبطنك ما توجعكيش تاني. هحاول، شكرا قوي يا دكتور. الحمد لله يا رب الموضوع مطلعش خطير، بس انا قلقانه برضو. انا هتصل بمحمود جوزي احكي له اللي حصل. رد بقى يا محمود. ما بيردش ليه ده؟ حتى وهو عارف ان انا تعبانه ما بيردش عليا. مش مهم انا لازم اروح الشغل بسرعه علشان انا كده اتاخرت ساعتين.
صباح الخير يا فندم، انا اسف على التاخير جدا. انت لو كل الموظفين زيك كان زماننا قفلنا الشركه من زمان. انت موظفه مهمله جدا. انا اسفه جدا يا فندم، بس انا فعلا كنت تعبانه وفي المستشفى من شويه. مش مهم النهارده، المهم كل الايام. انت شغلك وحش جدا ومبتعمليش اي شغل، انت على طول بتيجي متاخر ومتضايقه على طول وبتنشري طاقه سلبيه في المكان، ولو ما اتغيرتيش اعملي حسابك هتسيبي الشركه. لا ارجوك، انا محتاجه الشغل ده جدا، انا مصاريف الولاد كتيره قوي، وصدقني انا بعمل كل اللي انا اقدر عليه. انت ما تعرفش يا فندم انا عندي مشاكل كتيره قوي. طبعا هتقولي لي ولادي تعبني وجوزي مش بيساعدني والكلام اللي محفوظ ده، وكل دي حجج عشان تهربي من شغلك. يلا روح على مكتبك. حاضر يا فندم. اخيرا خلصت الشغل وروحت البيت. انا يا دوبك الحق اعمل الاكل واوضب البيت قبل ما الاولاد ييجوا. في ايه؟ قاعدة تتصل كتير ليه وانا في الشغل؟ ايه ده؟ انت متضايق ان انا بتصل بيك؟ انا اللي المفروض اتضايق علشان انت ما بتردش عليا. مش كفايه سبتني اروح المستشفى لوحدي؟ وايه المشكله بتروحي لوحدك وانت صغيره؟ المهم قولي لي طلع فيه ايه. انا طلع عندي ورم في بطني، وهو اللي عامل لي كل المشاكل دي، واحتمال يكون سرطان. ايه عندك ورم ده بجد؟ انا ما كنتش متخيل كده خالص، انا كنت بحسب الموضوع بسيط. احنا لازم نروح مستشفى تانية ونتاكد. لا لا مش لازم نروح مستشفى تانية. الدكتورة قالت لي النتيجة الأكيدة هتبقى كمان 3 أيام. إن شاء الله خير، ربنا يستر. أنا هبقى معاكي في كل الكشف والتحاليل الفترة الجاية، صدقيني مش هسيبك. ومن دلوقتي لازم ترتاحي وما تعمليش أي حاجة تاني. إيه ده؟ ماما تعبانة وعندها ورم؟ إيه ده؟ أنا صحيت متأخر قوي، أنا كده هتأخر على الشغل ولسه ما عملتش الأولاد فطار. صباح الخير يا ماما، انا عملت لك احلى فطار وكمان لبست، وهروح المدرسه لوحدي ما تلاقيش. ايه ده يا اميره، انت اول مره تعملي حاجه زي كده. ماما انا سمعتك امبارح وانت بتتكلمي مع بابا وعرفت ان انت تعبانه، ومن دلوقتي لازم اخد بالي منك واساعدك. لا لا يا حبيبتي انا مش تعبانه للدرجاتي ما تلاقيش. لا يا ماما انت تعبتي معانا كتير، وجه الوقت اللي احنا لازم نريحك. شكرا قوي يا حبيبتي، يا ريتني تعبت من زمان علشان تساعديني كده وتعملي لي فطار جميل زي ده كل يوم. اوعدك يا ماما لما تخفي هفضل اعمل لك حاجات جميله زي ده. ايه ده انت بتعمل ايه يا محمود؟ زي ما انت شايفه بحاول اساعدك في شغل البيت، هو ده الوقت اللي لازم نساعدك فيه. وبصراحه انا ما كنتش اعرف ان شغل البيت صعب قوي كده، انت فعلا كنت شايله كتير قوي، وانا اتاكدت ان اللي حصل ده فرصه عشان نقرب من بعض تاني ونبدا بدايه جديده. انا ما كنتش اعرف ان انتوا بتحبوني قوي كده. بابا وماما انا عايزه اقول لكم على حاجه. خير يا حبيبي في ايه؟ بصراحه مدير المدرسه عاقبني وادالي 3 ايام فصل من المدرسه. ايه يا حبيبي في ايه اللي حصل؟ كان في ولد مضايقني فضربته. طيب مش انا قلت لك بطل طلب في اصحابك؟ عامر انت لازم كل تصرفاتك من النهارده تتغير، انت في حاجات جديده ما تعرفهاش. مامتك تعبانه جدا ولازم نساعدها وما نضايقهاش. ليه قلت له ليه؟ انا ما كنتش عايزه اقول له. لا لازم يعرف عشان يشيل المسؤوليه. ايه ده ماما مالك انت ايه اللي حصل لك؟ مفيش يا حبيبي انا تعبانه شويه، بس ان شاء الله هنعرف النتيجه كمان يوم. يا حبيبتي يا ماما ان شاء الله تبقي كويسه، وانا اسف ان انا كنت بعمل حاجات بتضايقك، وانا هحل المشكله بنفسي وهروح اعتذر لصاحبي، وصدقيني انا مش هعمل مشاكل تاني. انا اسف. انا مبسوطه قوي، انا اول مره احس ان انتوا بتحبوني كده. طبعا بنحبك قوي يا ماما. طيب انا هسيبكم بقى علشان هروح الشغل. انا حاسه ان انا كبرت الموضوع قوي، انا لازم اقول لهم الحقيقه علشان ما يفضلوش قلقانين كده على طول. انا عندي فكره، انا هدور على ورقه شكل بتاع المستشفى على الانترنت واكتب فيها اسمي واكتب ان نتيجه الورم طلعت كويسه وابعتها بالبريد على البيت علشان لازم يعرفوا الحقيقه. انا ما كانش لازم اكتب من الاول، بس يمكن دي فرصه علشان يتحملوا المسؤوليه، وكمان عرفت قد ايه هم بيحبوني. ايه ده جواب من المستشفى،
ربنا يستر. يا رب خير يا رب خير. الحمد لله الحمد لله، النتيجة سلبية، هدخل أفرح الولاد. يا ولاد الحمد لله نتيجة نومة سلبية وهي كويسة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. في ايه مالكم فرحانين كده ليه؟ انا سمع صوتكم من برة. الحمد لله يا ماما، انت طلعتي كويسة وما عندكيش اي حاجة. الحمد لله انا طلعت كويسة وعرفت قد ايه انتوا بتحبوني، بس عايزاكم تفضلوا تعاملوني كويس زي ما كنتوا بتعاملوني اليومين اللي فاتوا، وما ترجعوش مهملين زي الاول ابدا. اكيد يا ماما، عمرنا ما هنزعلك تاني ابدا. طيب بالمناسبة الحلوة دي، تحب اعمل لكم حاجة؟ ايوه يا ماما، عايزين محشي. وانا عايز مكرونة بشاميل. محشي ومكرونة بشاميل؟ لا لا لا، انا لسه تعبانة. يلا سلام سلام. Ha 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 ha